يقول: قال السيد المسيح: من ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي الذي في السماوات، إلى آخر. فلماذا غفر الله خطية بطرس على الرغم من أنه أنكره قدام الناس؟ لازم تعرف أن التوبة بتمحو الخطية. يعني لو واحد مات في خطيته وقد أنكر المسيح يبقى ينكره قدام الله وملائكة السماء، لكن الشخص الذي يتوب توبته تمحو خطيته تماما. والكتاب بيقول ان الله اعطى الامم التوبة للحياة، والتوبة بتخلي الانسان مش بس تمحى خطيته، بتخليه قلبه يبيض اكثر من السلف.